فعاليات مهرجان بوجلود تختتم بزنقة 14 تحت شعار الموروث الشفاهي مفخرة يجب الحفاظ عليه بمشاركة من شباب من إمن تانوت الكل من أجل قولة الأحياء الهامشية سواء كانت بسلا أو بمراكش أو أي مدينة. الهم ديال كل واحد هو التغيير وما السعي ديالنا غير التغيير. كذلك نوجه الشكر لكل داعمين هذه الدورة، وزارة الثقافة والاتصال، جماعة سلا، وزارة الشباب، وكذلك مقاطعة المريصة. الهم هو التغيير، ونقول قولنا هذا رفقة مجموعة من الشباب لكي نصطح ولنا كلمة التي نريد أن نوجهها كنداء في هذا المهرجان. لما لا تكون ساحة باب المريصة ساحة لفنون الريادة، خصوصا ونحن نلاحظ بأن مجموعة من الحرف تنقرض كفن الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتالا رامي، رئيسة جمعية المجد فنون الحرب. اليوم متواجدين حنا في مهرجان رقص بوجلود، الدورة ديالو 13 المنظم من طرف جمعية التضامن. هذه المشاركة ديالنا الثانية اللي كنمثلوا فيها جمعية المجد لرقصة الأسد، لرقصة التنين الصيني. كيف كتشاهدوا هذا المهرجان كيلقى إقبال كبير من طرف الساكنة ومن طرف الناس، واحد الشعبية كبيرة كتمنوا ليه الازدهار ودائما يكون في المقدمة. وشكرا. الحفل سنة عن سنة كيتطور، والإنسان كل سنة كتكون أفضل من سنة. ما يمكنناش نقدروا نلموا كل حاجة اللي في المستطاع والإمكان ديال السيد وهيب والزملاء ديالو قدموه. فعندي تلامذة هنا في قناوة أن كل عناصر شاركت وكلهم كيحبوا السي وهيب، كل واحد عطاه كيحبوا الحي ديالهم. هذا هو اللي بغاو يعطوا باقة للحي ديالهم ويشاركوا الفرحة للحي ديالهم وهو حي سيد موسى. فأنا كنشكرك سيدي وكنشكرهم هما من جنبي، لأن الجل الأكثرية ديالهم راهم أبنائي وتلامذي. فأنا فرحانة بهم، أنا كأم لولاد سيدي موسى دائما عندي الحب الكبير لولاد هاد الحي. هذا اللي كنت كنصيب تاج من ذهب عندهم على راسهم كوضعتولهم، إلا العين بصيرة واليد قصيرة. حق الناس الله يتشد تتموت، الله ما نكذب عليك. هنا يا راه كما قال واحد الشيخ في واحد الخطبه، اقسم بالله ما نكذب عليك، كيقولوا لي الشيخ يحيى قال لهم والله ما كنت يديب وصلت سيدي موسى هذه تياكلوك الديب. وشكرا لك وتهلا لنا في راسك.